والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فنكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وبداية مع أبو فيصل. تفضل أبو فيصل. مرحبا ومسهلا أبونا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى يقول: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، في كتاب الكريم. والتذكير هو كلها بأعمال الله سبحانه وتعالى التي تفيد العبد في حياته بعد مماته. وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة على وقتها في البداية، وأول شيء الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على وقتها، ثم قراءة القرآن، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم بر الوالدين، ثم ما شئت من الأعمال الصالحة التي تشرح صدرك في دنياك وتصبح رصيد لك في آخرتك. فيقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: أحب أو أنفع الأعمال إلى الله أدومها ولو كان قليلا. وعندنا في المثل العام يقول: قليلا مستمر ولا كثيرا منقطع. دليل على أن الاستمرارية في الشيء إنها عطاء ثمراته متواصلة. فلا بد أن احنا كبشر، وانت تفضلت بكلام جميل الآن بتوجيهك الجميل يا ابو نايف، الله يجزاك خير ويكتب اجرك ان شاء الله. ان نحن اذا ما قدمنا شيء في حياتنا لا ننتظر من اللي بعدنا يقدموا لنا شيء. صحيح، ابد النزايلين. حتى مالنا اللي احنا نجمعه ونتعب فيه ونشقى فيه، ربما يصير على بعض الناس نسال الله العافيه وبال عليهم، يستخدم استخدام سيء ما ينفعهم. ففرصتنا في هذه الحياه الله معطينا فرصه ان نتزود فيها للحياه الابديه. هذه حياه وقتيه احنا عايشين فيها، يلا لك الحمد عطانا نتزود من التقوى فيها ومن أعمال الخير. لكن هناك حياة أبدية لو يتفكر الإنسان فيها كان بنى بيوت أفضل مما يبني في الدنيا. فحقيقة كلنا إن شاء الله أن الخير وبذرة الخير موجودة في البشر، ولكن التذكير دائما ما يمنع حتى نصح الناس اللي عندهم مفاتيح ومبادئ الطاعة يحتاجون إلى من يذكرهم. حتى العلم ليس له حدود ولا ليس له وقت ينتهي فيه. فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والأكثر من الطاعات والعبادات وأعمال الخير، وما تقدموا لأنفسكم تجدوه عند الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير. وإياك ورعاية. أبو منيرة. يا مرحبا. صباح الخير. صباح النور. كل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر كان يداوم على الأذكار. من الأذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، الأكل قبل الأكل وبعده. وكان الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم رطب من ذكر الله، حتى عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: كنا نعد في المجلس الواحد النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر قوله: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، ربي اغفر لي وتب علي، أكثر من 100 مرة. الواحد يشغل وقته بالذكر الاستغفار، لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. الواحد جالس ما عنده شيء، استغفر ترى ما يمكن نص دقيقة أو دقيقة ونص، استغفر الله. وأفضل الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها 100 مرة كان كعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. يعني الذكر ما شاء الله بسيط، ما فيه سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، حطت خطاياكم كانت مثل زبد البحر. ذكر ما يكلف، حتى ما يحتاج طهارة أبدا. وأنت ماشي في الطريق، وأنت نايم، أحيانا أنا أكون ما يجيني أرق في الليل ما أنام، أقرأ سورة البقرة. إن ما قدرت الواحد ما يحفظها ولا ما يقرأها، يسجل، يشغل الجوال، ما دامك على جوال شغل الجوال خليها جنبك، ما يجي نصها 100 105 110 لقدك نايم. أنا جربت عن نفسي، ما أجي آية 100 110 لقدني نايم، سواء إني أقرأها أو المسجل الجوال. بس أنا بذكر الله تطمئن. أي أنا أشون عندي ساعة خراشة، النظام القديم خراشة جنبي، الجوال يطفى، أنتم خابرين البطارية تطفى على طول، عشان الساعة 4 4:30 خصوصا الوقت ما شاء الله الحين طويل في الليل، أقوم ما أركن على الجوال. أنا مهما جاء في التقنية من الجوال، لكن الخراشة دي صديقي القديم من 30 سنة، فالجوال يطفى عندي خلاص، معلى الجوال طافي. بس شغلها سورة البقرة بإذن الله تنام، وإذا أنك حافظها أو تقرأها، نجرب بس تقرأها
اذا اللي يعانون من الارق جرب تقراها شرط يجيك النوم، ما تجي ايه 100 110، لانها سوره البقره انها ايش؟ تطرد الشيطان، تفر من الشيطان، يفر من البيت اللي تقرا فيه سوره البقره، فالشيطان يحاول يكسلك، ها انت وياه في صراع، لا ها شوي ريح عند الجزء الاول نهايته، ريح عند ايه 100 مناسبه، يعني كان نقول 100 صافيه ريح، لا انا احاول ها، حتى اذا جاء الشيطان كذا تكسلت قمت تفلت عدمنا الشيطان رجيم وكملت، يعني اقسمها على 4 فروض او 5 فروض خلصها في اليوم. الله، فهذا من الذكر، يعني ذكر ما سهل، والجوال الان ما شاء الله فيه كل الاذكار وفيه حتى القران، في حتى الظاهر فتيا احد المشايخ انه يجوز انك تقرا القران من الجوال حتى ما انت على وضوء، طبعا ما انت على وضوء لكن الطهاره الحدث الاكبر لازم طهاره. نعم، نتيح المجال ابو عبد الله. عبد الله عشت، الله يرضى عليك، ما خليت لنا شيء يا ابو منير، اذن نستفيد ما شاء الله عليك.